ليس بغريب على الإدارة الأمريكية التي صنعت من الحجج الواهية ذريعة لاحتلال العراق أن تصدر قرارا تطالب فيه الحكومة العراقية بصرف تكاليف حرب 2003. هذه المطالبات لم تكن بمنأى عن أفكار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمطالبة صرف تعويضات تكاليف تلك الحرب بين الحين والآخر بذريعة إنقاذ العراق من بطش النظام السابق وما تكبدته واشنطن من خسائر مالية وبشرية. مصادر إخبارية ذكرها موقع كسيوس الأمريكي عن مخاطبات أجراها دونالد ترامب مع رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في آذار الماضي يطالب فيها صرف مبالغ مالية عن الخسائر في المعدات والأرواح التي تكبدتها القوات الأمريكية أبان حرب 2003 وحتى فترة الانسحاب الأمريكي من العراق. لكن المجتمع الدولي أيضا كان معارض، غالبية المجتمع الدولي كان معارض للقوات الأمريكية في دخولها للعراق، وبالتالي لا يوجد أي حق قانوني للجانب الأمريكي في مطالبته بالتعويض كوننا لم نطلب من الإدارة الأمريكية في وقتها الدخول للعراق. الاعتداءات والانتهاكات التي تمت على يد القوات الأمريكية أبان فترة الاحتلال للبلاد وما خلفه من دمار كبير للبنى التحتية. هذا ما يفترض على العراق أن يطالب واشنطن بالتعويضات لأن تكون العملية عكسية بحسب متابعين. يعني العملية يبدو هي معكوسة، لابد أنه يطالب العراق الولايات المتحدة بدفع تعويضات عما لحق من أضرار بالمدن الأثرية التي اتخذتها القوات الأمريكية، ثكنات عسكرية وكذلك المواقع التراثية والأماكن السياحية، فضلا عن العمليات التي طالت عدد كبير من المواطنين العراقيين خلال عمليات الاعتقال العشوائي. هذا الأمر واجه موجة من المعارضات في مستشارية الأمن القومي الأمريكي لما يحاول ترامب الحصول عليه على اعتبار أن هذه المطالبات شاذة وغير قانونية. وأثارت هذه المطالبات استياء الشارع العراقي على اعتبار أنها محاولة علنية لسرقة أموال العراق بصورة مبطنة. وتسعى الإدارة الأمريكية بمختلف الآليات الحصول على ما يسمى بتعويض تكاليف خسائر حرب إنقاذ العراق في 2003. من بغداد كرر الزيادي WTV.